عدد اللجنات اللجنه المكلفه بالميزانيه بالشؤون الماليه والمناشاه في تاريخ 19 يناير 2020 اجتماع المجلس ونستمر في استعراض المصاريف ونقوم بتنظيم المصاريف وصحه المصاريف التابع للملك الخاص للدولة ومشيك للتوقعات المزيد الجانبية للباعة الشاملين المتوجهة بحيث أمان تفلت النقطة الرابعة الموافقة على عقد اتفاقية بين المجلس الجماعي لمدينة تفلت والطبيب بالطريق الإشراف على عملية الدفع بمجزرة جماعية يومين السبت وقت الأربعاء. بعد عقد السيد الرئيس الجماعة النقطة الأولى على أنظار السادة الحاضرين طبعاً كان للسير رئيس مصلحة المصارف من أجل تقديم مزيد من الإيضاحات والذي في معاهدة الدخولية أفاد أنه قد تم برمجة إطلاق دراسة السنة المالية 2023 بإضافة اعتمادات ومرات على المبلغ المتوقع لتحويل اعتمادات السير المتسم بها ليكون مجموع الفائض المقطع برمجة الدخول التالي 1,667,351.77 درهم. بعد المناقشة والتبادل في جهة المنظار وفق أعضاء اللجنة الحاضرين بالإجماع على برمجة الفائض لرأس السنة المالية 2023 وهي كالتالي: عدد التسليم والإقبالات 200,000 درهم، عدد الإشارات 740,000 درهم، أشغال أورانيتي المناطق الخضراء 500,000 درهم، وضع الأحمدة والإسكان الكهربائية 227,350.79 درهم، مجموع البرمجة 1,667,050.77 درهم. لا لا دقيقة، مع رفع توصية التعليم خصيصة المالي من أجل الإصلاح والتحديات وتجهيز كل من المقاطع الحضرية الثانية والثالثة. أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية متعلقة بالموافقة على كلا قطعة الزيادات رسم عقاري عدد 343 بلد مساحة 18,000 متر مربع التابع للمدى الخاص للدولة والمشيد فوق جزء منها مركز انتشاري للبيع الشرقي للمؤسسات وكذا الموافقة على السمة الإدارية وقيمتها للقطاع الأرضية المحددة من طرف المجلس فقد تم اقتراح الوضع بشروع أعمال هذه الدورة إلى أن يعمل من طرف المجلس المنتخب برسم دورة نوفمبر 2023 حيث تقرر تأشير التداول بشكلها إلى دورة لاحقة إلى حين توفر جميع المعطيات العقارية بما فيها الرسم العقاري والمساحة الإجمالية والكلام. تساءل السادة عقارية، هل سيتم كلا العقار ديال الرسم العقاري عدد 1,343 بكامله؟ علما أن هناك بعض الأشخاص يقومون بإحدى المنازل الكائنة هناك، فماذا سيكون مآلهم وكيف سيتم تسوية هذه الوضعية؟ تم مناقشة وتبادل لجنة النظر، وافق السادة أعضاء اللجنة بإجماع الحاضرين على كلا القطع الأرضية ذات رسم عقاري عدد 1,343 المساحة 18,000 متر مربع
التابعة للبنك الخاص بالتوبان مشير فوق جزء منها مركز تجاري للباعة شرعيين بحيث سلام تفلت وكاد الموافقة على السوم الكرائية لهذه القطعة الأرضية المحددة من طرف لجنة التقييم في مبلغ 20,000 درهما في السابق مع رفع التوصية التالية موافقة المجلس الجامعي أن إبقاء هذه التبرع معطية المياه حول العقار المراد كلا. وفيما يخص النقطة الثالثة التي تهم الموافقة على كلا القطع الأرضية بل مساحتها 2,846 متر مربع التابعة للمدى الخاص بالدولة والمشرف فوق المركز التجاري للإنتاج المتواجد بحي الأمل تكلت فقد تم اقتراحها بناء على الرسالة التي توصلت بها نصائح جماعة من طرف مندوبية مملكة الدولة بالخميسات تحت عهد 3782 بتاريخ 8 جانفي 2023. بعد عرضها من طرف رئيس الجماعة من دار الحاضرين وبعد مناقشتها وافق أعضاء الجمع الحاضرين على كلا القطعة الأرضية البالغ مساحتها 2,846 متر مربع التابعة للمدن الخاص بالدولة والمشي فوقها مركز تجاري للباعة المشاكلين للخضر والفواكه المتواجد بحي أمام تفت. أما بخصوص النقطة الرابعة حول الموافقة على عقد اتفاقية بين المجلس الجماعي لمدينة تفلت وطبيب بيطري للإشراف على عملية التدقيق للمجلسات الجماعية يومي السبت والأربعاء فقد تم اقتراحها بأنه بناء على مراسلة السيد باشا المتوصل بها بتاريخ 15 يناير 2024 حيث بعد مناقشتها وتعديلها بالإدراج يومي الجمعة والأحد تمت الموافقة عليها بإجماع الحاضرين مع رفع التوصية التالية إمكانية التعاقد مع طبيب من أجل تيسير عملية الوصول على شهادة معينة خاصة بالوفاة إلى حين تعيين طبيب رئيس مصلحة حفظ الصحة والجامعة. هذا ما جاء في تقرير الإجماع المكلفة بالميزانية والشكر المالية والبرمجة. سيدي الرئيس شكرا لكم على الاتباع.